الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. الله يعاون قالك سيدي، الله صاحبو تعاون قالك سيدي. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصا، أن أكون مخلصا لديني، لديني ولملكي، ولملكي ولوطني، ولوطني، وأن أؤدي مهمتي، وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة، بصدق وأمانة، وأن أخدم الصالح العام، وأن أخدم الصالح العام صاهرا على سيادة المغرب، صاهرا على سيادة المغرب ووحدة ترابه، ووحدة ترابه. الله يبارك عن سيدي. الله يبارك. طبعا أنا فخور جدا بهذه الثقة المولوية الغالية، وكذلك معتز بهذا التعيين الملكي السامي، وملتزم وفقا لتوجيهات جلالة الملك في استمرار في خدمة الدبلوماسية المغربية وفقا توجهات جلالة الملك الرامية إلى جعل هذه الدبلوماسية دبلوماسية فاعلة ودبلوماسية مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.